حبس دقائق، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم الفيديو طبعا بيحكي عن فورتنايت وتيك توك. تيك توك ايه تيك توك مثل ما سمعتوا. جاي اليوم بتاريخ 18/1/2020 شركة فورتنايت نزلت مسابقة اللي هي عبارة عن بدك تنزل تطبيق تيك توك ومشان تربح 25,000 في باكس. 25,000 في باكس وبدك تربح باكج خاص فيك وبدها رقصتك تنزل باللعبة. فإذا بهمك هالموضوع كمل الفيديو وشوف الشروط وشوف شلون بتساوي هالشغلة مشان إذا بتحب تربح هي الباكج أو أنت تكون رابح وتخيل بقى تنزل رقصتك أنت وتصير نينجا التاني مثل نينجا نزلت رقصته هي التافهة. جاري اللي صار اليوم ب 18/1 اللي هي عبارة عن مسابقة عملتها فورتنايت مع شركة تيك توك او تطبيق تيك توك، اللي هي عبارة عن انك بدك اول شي تحمل تطبيق تيك توك وتنزل على حالك صورة او فيديو انت وعم ترقص. بدك تنزل فيديو انت وعم ترقص على التيك توك بهاشتاج اسمه ايموت رويال كونتيست. بهذا الهاشتاج انت بتعمل فيديو خاص فيك وبتحط نغمة من 10 النغمات الموجودين تحت بالديسكريبشن، انا حاطط لكم رابط الرقصات تحت. بدك تنقي غنية وبدك ترقص عليها رقصة كاملة انت من اختراعك، يعني رقصة مو مثلا تحط تكزائيل مثلا واخر شي تغير النغمة، لا بدك تعمل رقصة كاملة من اولها لاخرها من اختراعك. هاي الرقصة انت مجرد ما عملتها بتنزل بهذا الهاشتاج اللي انا قلت لكم عليه اللي اسمه ايمو تريال كونتيست، بدك تساويها وتتصوت عليها ولا شلون بتصير الطريقة ما بعرف شلون مزبوط، بس انت المهم بدك تنزل رقصة مع الهاشتاج هذا. في 3 قوانين اساسية بهذا هاي المسابقة اللي عملتها فورتنايت مع التيك توك، اللي هي اول شي الرقصة لازم تكون من اختراعك انت كاملة مع واحدة من الاغاني الموجودين تحت بالدسكريبشن، وهلا رح احط لكم اياها اخر الفيديو، كل غنية احط لكم منها اول 5 ثواني تسمعون مشان اذا انت بتحب تشترك فيها تعرف شو هن النغمات او الاغاني الموجودين وتعمل عليها الرقصة. ولازم تكون فوق ال 13 سنة، عمرك لازم يكون فوق ال 13 سنة، ولازم تستعمل واحد من الملفات الصوت اللي هلا انا ذكرتها وقلت لكم عليها اللي هي من اختيار لعبة فورتنايت هدول. والفائز رح يربح ب 25,000 في باكس ورح يربح بفورتنايت في اي بي جيف اواي باكج اللي هي باكج خاصه بهذا الشخص اللي رح يربح بهي الرقصه. بس شو هو الباكج لحد الان مو معروف ولا حدا حكى عليه شيء قبل هلا. والرقصه طبعا اخر شيء هي يعني اللي هي احلى شيء الزبده بالموضوع انه الرقصه هي اللي انت رح تخترعها رح تنزل بلعبه فورتنايت بالايتم شوب ولح يكون تقريبا اسمك عليها او اسم اللي انت بتختاره او شو هن بيختاروا الاسم مو معروف لسه، بس المهم رح تنزل رقصتك انت ورح تنزل ب ورح يجيك 25,000 في باكس ورح يجيك فورتنايت في اي بي جيف اواي باكج اللي هي ما في غيرك انت رح تحصل عليها هاي الباكج. واخر يوم للاشتراك بهي المسابقة تبع تيك توك فورتنايت يوم 24/1/2020 اللي هي بيكون موافق 24 يناير. بس وهيك انت بتكون مثلا اذا انت الك خرج بهيك شغلات وبهيك رقصات وبتحب تخترع هيك رقصة فهذا موضوع كتير حلو وكتير يعني مفيد الك، يعني حتى لو ما بتلعب فورتنايت يعني ممكن ممكن تستفاد انت من هالشغلة اللي هي فيها في باكس كتير وفيها في اي بي باكج، يعني هاي الشغلة كتير كتير جديدة وكتير حلوة. بس يعني الشركة اول مرة بتعمل هيك شي واول لعبة يعني غريبة يعني مع تيك توك، يعني انه وصلت للتيك توك مثلا ما في شيء ما عملوا فيه، كل شيء نزلوه كل شيء عملوه بهاللعبة مو ناقص شيء مثلا، يعني ما بعرف شو لسه بدهم ينزلوا شو لسه بدهم يعملوا الله اعلم. اللعبة مفتوحة كتير على يعني فاتحة كتير، شو ما كان عم تعمل شو ما كان عم تساوي بتتوقع منك كل شيء للعبة صاير، هو موضوع حلو بسيط يعني. واذا انت الك بهيك شغلات فوت جرب حظك ممكن تنزل، انا عن حالي ممكن مثلا نزل رأسا اقعد على الكرسي واعمل هيك، بس انا هي رقصتي ممكن نزلها بهذا الهاشتاج ما بعرف. فموضوع حلو كتير ومسلي، واكتب لي بالكومنت تحت اذا انت ممكن تعمل هيك شيء ولا لا ولا مستحيل تعمل هيك شيء، موضوع حلو فجربوا موضوع سهل كتير وحلو.
وقبل ما انهي الفيديو تبعي بحب اتشكر كل شخص اشترك بالقناة بهالفترة. انا يعني كنت عدد قليل وصرت 240 او 242، يعني هو عدد حلو بالنسبة الي، حلو انا عملت انجاز لإلي لانه انا عم نزل فيديوهات والناس عم تعجبها الحمد لله وعم يجي عليها مشاهدات ولايكات كتير. فبحب اتشكر كل شخص عمل لايك واشترك بالقناة. الله يسعدكم جميعا وان شاء الله بالتوفيق للجميع.